يا ستات يا ستات يا ستات، احنا دخلنا في شهر 9 وابتداء من الشهر ده في ناس كتيره جدا كانوا حاطين في ضمن المواعيد بتاعتهم الليزر وازاله الشعر او انهم يعملوا ليزر من ابتداء من شهر 9، لانهم احنا بنعتبر دايما ان بدايه شهر 9 لغايه شهر 2 هي الشهور الامنه بان احنا نقدر نعمل فيها الليزر وننزل ممكن نروح الشغل عشان خاطر الشمس ما بتبقاش جامده جدا في الوقت ده. هل ده صح؟ هل ده غلط؟ هل في مشاكل مع الليزر محتاجين احنا ناخد بالنا منها؟ هل في اماكن معينه ما نروحش نعمل فيها ليزر لان الموضوع مش سهل ولان الحرقه ممكن تعلم وممكن تعمل مشاكل؟ هنعرف كل المواضيع دي امتى وازاي وفين مع الدكتوره مروه رحاب استشاري الجلديه والعلاج والليزر. اهلا وسهلا بيك. أهلا يا مروه، نورتينا. الموضوع قتل بحثا بس احنا لازم نتكلم فيه برضو. بس الناس حابه تعرف ده يعني أكيد. كل شويه بتبقى بس الناس برضو لا، وجروبات بقى الفيسبوك والاسئله كتيره والمشاكل بتاعت الليزر والكلام ده كتير جدا. فلازم هو نتكلم. بدايه ناس كتير جدا بتقول ان في اجهزه ليزر انواع كتيره جدا، في اجهزه بتحرقهم بتوجعهم ما بتتعملش مش جيده، يعني في انواع جيده وانواع غير جيده. هل فعلا في كده؟ لا بصي، وما فيش، لو احنا بنتكلم على الليزر ده احنا بنسميه القناص. يعني ايه القناص؟ يعني دي حاجه هاي تكنولوجي، هي بتعمل تارجتنج للشعرايه بس. في عندنا اشهر 3 انواع ليزر، احنا هنتكلم على الاسامي العلميه مش هنتكلم على الاسامي التجاريه عشان في ناس بتخلط بين الامور. احنا عندنا الثلاثه اللي مشهورين قوي، حاجه اسمها الالكسندريت ليزر وحاجه اسمها الدايود والاندياك. تمام، مفيش نوع بنفضله على التاني. هو اللي بيفرق معانا ايه؟ اللي بيفرق معانا لون البشره بتاعت العيانه ولون الشعرايه اللي موجوده. يعني مثلا الالكسندريت الشعر الابيض ايه؟ لا، الشعر الابيض ده الليزر ما بيقراهوش خالص لان ما فيهوش ثغره ولا في اي منتج للليزر. لا، بيتعامل بقى باللي هو الالكتروليسز اللي هي ابر وبكرنت كده ويتحط اللي هو بيدمر البصيله بتاعه الشعر بس. ده مشاكله لازم حد بروفيشنال جدا يعمله، اما يسيب مكانه خروم. اوكي، ده الشعر الابيض او الشعر الاصفر او اللي هو الاشقر الفاتح جدا او الشعر الاحمر. يعني احنا بنتكلم ان الشعر الاسود هو ده المثالي بالنسبه للليزر. ده المثالي والبني الغامق، ده المثالي. والشعرايه كل ما تخنت كل ما كان الريزلت احسن، النتيجه افضل. وبعدين احنا مش بنشتغل على لون الشعرايه بس يا سوري، احنا بنشتغل على لون الشعرايه ولون البشره، عشان كده نوع جهاز الليزر اللي بيفرق. يعني انا دلوقتي لو خمريه يبقى ليا جهاز، ليكي جهاز معين. ولو بيضه يبقى ليا جهاز، ولو ليكي بيضه ليكي جهاز معين. يعني الالكسندرايت مع الناس اللي هي البشره بتاعتهم فاتحه ده بيدي نتائج رائعه، مع الناس اللي بشرتها خمريه او غامقه لا، ممكن يعمل لهم حروق. فاحنا عشان كده مفيش، يبقى احنا على حسب لوننا بنروح المكان اللي احنا رايحين نعمل فيه نسال ايه نوع الجهاز؟ لا بصي، هو كل الاجهزه ممكن تشتغل على جميع انواع البشرات. ده بقى السؤال اللي احنا بنقوله، بنقول يا جماعه لازم يكون في ناس بروفيشنال بتشتغل الليزر اللي كنا بنتكلم قبل الهوا، ان في مراكز كتيره وفي كوافيرات. لا، في كوافيرات كتيره وفي مراكز تجميل. أيوة، تجميل اللي هي بتوع الميك اب، ميك اب بالظبط، دول بيعملوا ليزر. بيروحوا ويعملوا. عندنا معادلات، يعني انا لون البشره ده هشتغل بطريقه معينه مع لون الشعرايه ده، يعني زي تباديل وتوافيق، فدي الدكاتره اللي بيعرفوها. فعشان كده في مشاكل كتيره قوي بتيجي من الليزر. طب في ليزر معمول علشان خاطر يشيل التاتو؟ ده حقيقي، ده الكيو سويتش ليزر. ده برضو لازم يبقى عنده دكتور تجميل؟ لازم طبعا عنده دكتور. في بقى نقطه انا عايزه اقول لك عليها، في اجهزه حاجه اسمها العلاج الضوئي وفي العلاج بالليزر. اجهزه الليزر دي يعني بملايين حقيقي. طبعا العلاج الضوئي ده بالافات، يعني مثلا تلاقي جهاز الليزر بمليون ونص مثلا، الجهاز الضوئي ده ب 150,000. ايه الفرق بقى؟ الليزر ده هاي تكنولوجي، تكنولوجي عاليه جدا. ايوه، العلاج الضوئي ده بيعمل العلاج الضوئي ده، يعني انا خدت 5-6 ويف لينس مع بعض، اطوال موجيه مع بعض، ودخلتها على الجلد، فبتعمل تارجت للمشكله، بس بتاخد عدد جلسات كتير وممكن تعمل لي مشاكل كتير. زي ايه بقى مشاكل؟ ابسط حاجه الحروق. أوه. لان هو داخل بيقرا اي صبغه مقابلاه، ما الصبغه دي مش موجوده مثلا في الشعرايه بس او مش موجوده في التاتو بس، لا الصبغه دي موجوده في الجلد، موجوده في طبقات الجلد المختلفه بدرجات مختلفه، فهو مش داخل تارجت على حاجه معينه. يبقى انت كده بتنصحي بالليزر مش بالجهاز ده، مش بالضوئي بالظبط. طب انا عايز سؤال تاني، هل انا النهارده لو بزيت في مختص التاتو ان انا اشيله بالليزر، هل انا لما بشيل اللون بتاع التاتو من الحواجب بيتشال معاها الشعر؟
ده حقيقي في الاول بس بيطلع تاني، الشعر بيبيض بس بيطلع تاني. افرضي انا في سن او انا مش الدوره بتاعت الشعر بتاعتي مش قويه فممكن ما يطلعش زي الاول. ما هو بصي اصل احنا موضوع التاتو ده احنا دلوقتي بنشوف منه بلاوي. يعني بلاوي الالوان والمواد اللي محطوطه، وفي ناس اللون يتشال وفي ناس اللون ما يتشالش، وفي ناس تحط لي مش عارفه ابيض وبيج عشان تداري، قصص كده صعبه جدا. فاحنا يعني هي اوريدي الموضوع بيبقى بايظ. احنا لو بنشتغل هي فكره الليزر ايه، انه بيقرا لون الصبغه ده بس مش بيشيل الشعرايه، فهي اللون بتاعها عارفه ده بيعملوه في ايه. برضو النقطه دي مهمه جدا، الليزر بتاع ازاله الشعر مش بيشيل الشعر بدرجه نهائيه، بيقل الشعر بنسبه 85 ل 90%. اوكي. الشعرايه السميكه التخينه الغامقه بتتحول لشعرايه وبريه. في ناس بقى الشعر الوبري ده اللي بيبقى خفيف مش باين، متضايقه لونه مضايقها، بتفضل تعمل جلسات ليزر ما بتجيبش نتيجه. ده ليه؟ لان اصلا الليزر خلاص هو ده الايفكت بتاعه، مش قريب. فبيبداوا يعملوا كيو سويتش الليزر ده اللي هو الشعر الوبري عشان يشيل لونه 3 شهور وبيرجع اللون تاني. فالناس اللي بتعمل ازاله تاتو عادي هو اللون الصبغه بتاعت الشعر بتروح، بس خلال شهر او اتنين بيرجع تاني اللون بتاع الشعرايه، يعني الشعرايه بتبيض انها مش بتروح. اوكي. في فرق بين الاتنين. طيب هل في حاجات المفروض نعملها عشان نتجنب حروق الليزر؟ طبعا اول حاجه لازم اتحرى كويس جدا عن المكان اللي انا بعمل فيه وعن الدكتور وعن الجهاز دي احنا بنتكلم فيها، لان احنا فعلا حرفيا احنا ناس بقى بتجينا دلوقتي كاطباء بمشاكل من الليزر، يا اما جالها حرق يا اما الشعر زاد. النقطه دي مهمه جدا، الشعر زاد بعد الجلسات. ده ليه؟ لان اللي بيشتغل اشتغل بقوه ليزر اقل من المطلوبه فعمل تحفيز للشعر. الناس اللي بتاخد يعني بدل ما يقلل زود، زود. ده عمل مشكله. الناس اللي بتاخد فيتامينز او ادويه خاصه بالشعر اللي هي عشان تطلع الشعر، في ادويه معينه بتزود شعر الجسم فدي لازم نبعد عنها. تمام. الناس اللي راجعه بقى من مصايف وعامله تان، هل دي بقى ممكن في نقطة الفيتامينز اللي بتزود الشعر دي أي نوع فيتامينز، ولا الفيتامينز اللي بتاخد عشان الشعر والضوافر؟ لا، الفيتامينز اللي بتتاخد عشان الشعر والضوافر، ونوع فيتامين معين بيبقى فيه نوع من أنواع الخمائر، ده معروف إن هو ده بيزود شعر الجسم. فده يعني إحنا يعني في مشكلة إن إحنا إيه يعني مش عايزين نقول اسمه، بس هو ده معروف يعني. طيب في ناس بيبقى عندهم مشكلة في هنا في الشعر هنا وهنا، بصي احنا تبقى اماكن هو سخيفة. اصلا الليزر اتعمل عشان هو حاجة علاجية، وبعدين مع الوقت اشتغل ان هو حاجة تجميلية، حاجة علاجية. الحتة بقى اللي انت بتقولي عليها دي يا سهير، الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونز، عندهم هرمونات الذكورة عالية، دول بيبقوا ايه في الاخر؟ عندهم تكيسات في الموبايل. طبعا احنا هنا عندنا في مصر الموضوع ده منتشر جدا، فتلاقي عندها شعر هنا في الدقن، عندها شعر في الصدر، عندها شعرها من هنا خف، هتلاقي فيه عندها حب شباب. فديت لا، بنبدا ان احنا ناخد علاج للهرمونز وفي نفس الوقت نعمل ازاله شعر بالليزر. طيب ازاله شعر مثلا لو هو في الصدر دي منطقه صعبه جدا، لا عادي جدا، الليزر بيشتغل ليزر، بيتعمل ليزر الاماكن الحساسه، اي مكان في الجسم. حتى دلوقتي بدانا نشوف في اطفال اقل من 16 سنه، يعني احنا كنا بنقول لك ايه 16 سنه فتره البلوغ، لقينا في بعض الاطفال عندهم كثافه الشعر زايده جدا، فيروحوا المدرسه فتبدا صاحبتها بقى التنمر، ده انت طالع لك شعر في وشك، ده انت جسمك ده، تيجي تقول لك اصلا مش عارفه البس نص كم عشان خاطر جسمي. فبدانا نعمل لهم جلسه او اتنين بس ليزر. الفكره في ايه؟ ان انا بقلل القوه بتاعه بصيله الشعر. فبتطلع الشعرايه اخف وارفع. فهو الليزر امن جدا، بس اتاكد ان هو ليزر، لان احنا المشاكل بتجينا من الاجهزه الضوئيه. طيب انا النهارده ستات كتير بيتفرجوا علينا، احنا عملنا ليزر، في طقوس للاهتمام بجسمنا او بوشنا لما بعد ما بعمل ليزر؟ يعني في حاجات انا ممنوع ان انا اعملها وفي حاجات طبعًا انا لازم اعملها؟ اكيد طبعا. يعني مثلا قبل جلسه الليزر المفروض يكون الشعر كله موجود، أوكي. ما يكونش شايلاه باي طريقه من الطرق اللي هي في ناس بيبقى من الليزر بيوجع فبيحطوا بنج اللي هو ده طبيعي ده. جدا البنج الموضعي ده طبيعي يتشال قبل ما يخش ده طبيعي الجلسة. في اجهزه ليزر بتشتغل بالتبريد، في تبريد يا اما تبريد هواء يا اما تبريد ثلج، ده بيبقى مع جهاز الليزر نفسه، عشان في ناس تقول لك انا مش عارفه افرق بين العلاج الضوئي وما بين الليزر. الليزر دي طاقه حراريه عاليه جدا داخله على الجلد، فلازم يكون معاه تبريد عالي عشان ما يحسش، عشان ما يحصلش حروق. طب انا الحمد لله عملت الجلسه وكله تمام، اللي بيحصل ايه؟ الشعريه بتتحرق على الجلد، فتيجي عيانه متضايقه من شكل الشعر.
فتقوم جاي شايلاه باي طريقه ازاله تانية. طب ما انت كده فقدتي جلسه الليزر اللي انت عملتيها. هل فعلا انا النهارده لما بعمل ليزر ما ينفعش استحمى بميه سخنه؟ مفروض، لان حضرتك هتعملي التهاب في الجلد، مفروض مش ميه فاتره او بارده لمده سخنه قوي، لا ده يومين بس 48 ساعه. مفروض ان انا احط كريمات مرطبه بعدها، مفروض ان انا ما اشيلش الشعر ده بسيبه يطول ما اجيش ناحيته خالص. الناس اللي عندها اسمرار في الاماكن يعني في جسمها، لا ممكن ان هي تحط كريمات تفتيح، لان الليزر بيشتغل على الصبغه فبرضه هيعمل تفتيح في نفس الوقت. في بعض الدكاتره بيقولوا لو انت مثلا عايز تعملي ليزر للرجل او للايدين ممكن نعمل شيفينج قبلها. هو ده الصح، المفروض ان انا اعمل شيفينج. يعني اعمل شيفينج قبلها ما اجيش بالشعر قبل الجلسه على طول، يعني قبلها، يعني انا جلسه عندي بكره الصبح اعمل النهارده بالليل. هي الفكره بس في انت ايه؟ قلتي سيبوا الشعر في حاجه، ما هوش في ناس تيجي شايلاه بقى بالطرق اللي هي شايله الشعريه نفسها. انت قصدك تقولي ان انت ان احنا نسيب الشعر لما في العياده قبل ما اخش جلسه الليزر شيفينج. اعمل شيفينج مع الدكتوره او حد لان اللي بيمتص الليزر او بيمتص طاقه الليزر الشعرايه اللي موجوده في الجلد. فحضرتك لو شايله الشعرايه هو هيعدي مش هيشوف اي حاجه. طيب انا بشيل الشعر في ساعتها قبل ما اخش جلسه الليزر. بتقصري الشعر، احنا بنقصر الشعر مش بنشيله. طيب مره تانيه تقولي لنا الروتين اللي قبل وبعد الليزر. وممكن اسال سؤال كمان تاني؟ اكيد. هو ممكن واحد تشيل مثلا الشعر اللي فوق بقها، الحواجب، الزيادات عادي جدا بالليزر وما يطلعش؟ وعايزه اقول في رجاله كمان بيشيلوا الشعر، دول بيبقى عندهم مشكله ما بيجي يحلق دقنه الشعرايه بتلف وتخش تاني في الجلد فيعملوا التهابات في دقنه. دول بنعمل له جلسه او جلستين في السنه. ده مختلف الليزر ده هو مختلف نفس الليزر بتاع ازاله الشعر. هي الفكره ان الشعرايه عنده طالعه مش مظبوطه، المفروض الشعرايه تطلع تخترق الجلد، لا هو الشعرايه طالعه عنده مش مظبوطه عوجه فتبدا تخش تاني في الجلد تعمل التهاب. وهل الليزر بيشيل بعض التصبغات الحساس؟ يعني مثلا زي مثلا لو واحده عندها بقع من حساسيه الشمس، من حساسيه الشمس، هل ممكن الليزر يقضي عليها؟ لا مش ليزر ازاله الشعر، ده ليه نوع جهاز ليزر تاني. ايه بقى ده؟ حاجه تانية اللي هو الكي سويتشد ليزر او الفراكشنال ليزر. ده يشيل البقع، ده يشيل البقع حتى ولو كان من حساسيه الشمس. حتى لو كان من حساسيه الشمس. الفكره ان احنا قلنا الليزر ده حاجه هايلي تارجتنج، يعني حاجه يعني متخصصه جدا، فاحنا عندنا كل حاجه في الجلد ليها نوع جهاز ليزر. ازاله الشعر ليه نوع ليزر، التصبغات ليها نوع ليزر، الدوالي ليها نوع ليزر، التاتو ليه نوع ليزر. والدكتور هو اللي بيحدد الدكتور هو اللي بيحدد المناسب لحد. مفيش يا جماعه جهاز ليزر حلو وجهاز وحش، هو في جهاز على حسب استخدامه، يعني ان هو كل جهاز ليه وظيفه معينه. بالظبط. الليزر بقى اللي بيفتح البشره ده حقيقي؟ طبعا في ليزر بيفتح البشره. طبعا في ليزر بيفتح البشره، بس هي المشكله التوقعات بتاعه العيان. احنا بنقول لك انت بتوصلي مش ده الفراكشنال؟ ما هو الفراكشنال في منه انواع برضه. احنا اللي بنعمله اللي هو نون ابليتيف اللي ما بيش بيقشر، هو ده اللي بيفتح البشره. اوكي هو ده. والكيو سويتشت برضو اللي هو الليزر الكربوني ده برضو بيفتح البشره. وممكن الليزر ده يفتح المناطق الغامقه، وممكن يفتح الاماكن الغامقه، بيكيني لاين. طبعا الركب بيعمل فرق رائع. وبنستخدم التقشير البارد، ده بيبقى احسن برضو شويه من الليزر، انت تكلفته بتبقى اقل ونتائجه كويسه. يعني ممكن يعني المعنى حضرتك بتقوليه ان انا البنت او الست تروح الاول توري المشكله بتاعتها للدكتوره. ايوه. والدكتوره توجهها، ما تروحش تقترح. انا بتضايق جدا ولا عيني بتقولي انا جاي اعمل كذا، لا طب ما ده مش هينفع معاكي، يعني وما النوع ده مش هينفع في معاكي. في مراكز تانيه غير مراكز تجميل مع دكاتره. بالظبط. احنا يعني دور الطبيب ده لا يمكن يا جماعه ان احنا نهمله، مش اي حد بيعمل. في حالات بتعدي وفي حالات لا بيحصل منها مشاكل كتير. الحروق في الليزر وده يعني احنا عندنا وقت ولا خلاص؟ الحرقه بقى لو تم فعلا دامج للسكين، هل ممكن نلحقها ولا في لو الحروق في من الأول. الليزر ما تتعملش؟ لو اتلحق في الاول، يعني خلال اول اسبوع بعد الجلسه. يعني لو البنت او الست اتحرقت من الليزر لازم تروح للدكتور في ساعتها، خلال 24 ساعه 48 ساعه بكتير جدا. ليه؟ لان لسه الجلد ما حصلوش هيلينج، يعني الجلد ما حصلوش التئام. فانا اقدر ان انا اتحكم فيه، ان انا اديها كريمات مرطبه، ان انا اديها حاجات مضاده للالتهاب، ان انا اديها حاجات تفتيح. بس ممكن تروح، يعني بتروح 100%. انما لو سابتها بقى يعني عدى عليها شهر خلاص الموضوع انتهى، هناخد بقى وقت طويل جدا. الليزر بيمنع بعد كده ظهور الشعر بشكل نهائي؟ بصي الشعر ده مكون طبيعي من مكونات الجلد، يعني هو ربنا خلقه ليه وظائف معينه اهمها الاحساس، فاحنا مش هنقول ان هو هيتشال بنسبه 100%، هو بيقل بنسبه 90% بس هو ستيل موجود.
تمام. طب الشعر بيتحول من شعرايه تخينه تقيله غامقه لشعرايه وبريه او خفيفه، ده مش بيروح 100%، لازم بعمل الكورس بتاعي من 6 لـ9 جلسات، مره كل شهر جلسه. تمام. بعد ما بخلص الكورس ده، ده للناس الطبيعيه اللي ما عندهاش مشاكل في الهرمونات. بعد كده خلال كل 3 شهور 6 شهور بعمل جلسه تاكيديه، اللي هو اللي انا لو في حاجه طلعت زياده بضطر ان انا اشيلها. ايوه يعني احنا مثلا بعد الـ3 جلسات، بعد مفروض 6، كورس ست من ستة جلسات لتسعة من ستة على حسب لتسعة استجابتك للليزر. يعني في ناس حسب استجابتها عالية كثافة جدا، الشعر. وعلى حسب كل ما كانت كثافة الشعر أكتر كل ما كانت الاستجابة أحسن. طيب احنا عايزين نكتعدلنا تاني ما ينبغي ما يجب ان احنا نعمله قبل الليزر وبعد الليزر. طيب قبل الليزر لازم ان انا لو باخد فيتامينز زي فيتامين د او زي اي فيتامينز بتاعه الشعر، ان انا اوقفها قبلها ب 48 ساعه، دي مهمه جدا. لو انا عامله تان لازم ان انا يعني ابعد عن قصه التان دي اسبوع اقل حاجه، لان ده هيخلي انا مره عملت ليزر وكنت واخده تان، نقط لي ابيض بالظبط، فده لازم لان ده هيعمل لي مشاكل هو في الصبغه. راح بس عشان اطمنكم. أيوة. بعد هي كويسه يا جماعه، مش اعاقه بس دي كانت غلطه. ايوه بالظبط، لازم ان انا ابعد عن التان خالص، او بستخدم كريمات مفتحه او مبيضه، دي لازم الدكتور بيديها لي قبل الجلسه. لازم اكون سايبه الشعر كده كده بيعملوا له شيفنج في الكلينيك اللي انا رايحاه، ده ابسط حاجه ان احنا نعملها. الباقي بقى دور العياده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو بقى الشيفنج والكريم المخدر والجلسه والسيشنز والكلام ده. بعد الجلسه لو انا بعمل في الوش او في اماكن بتتعرض للشمس، واقي الشمس يا جماعه ده مهم جدا، لان بيبقى الجلد حساس لاي تصبغات او اي ضوء او اي حراره. صح. فلازم واقي الشمس يعني بحرص شديد، ويتحط كل ساعتين زي ما احنا بنقول. لازم الكريمات اللي هي المرطبه، لازم مضادات للالتهاب، بس خلاص هو كده الموضوع بيخلص، مفيش عندنا اي مشاكل خالص. ولو انا حبيت اعمل فراكشنال ليزر غير ازاله الشعر بالظبط، الفراكشنال ليزر وباخد فيتامينز برضو اوقفها؟ لا عادي، ولا لا ده عادي؟ ده عادي ملوش اي علاقه خالص باي حاجه. طيب الفراكشنال ليزر زي ما احنا قلنا ممكن نبتدي من الشهر ده، لان شهر 9. هو كل انواع الليزر يفضل انها تتعمل في الوقت اللي احنا بادئين فيه، بادئين فيه من 9 عندنا غساء شهر 2 زي ما احنا قلنا بالظبط. رحب هتوحشينا الاسبوع اللي جاي، انت مسافره ان شاء الله؟ غالبا ان شاء الله، مؤتمر جديد رايحين ميلانو. ميلانو. يلا هنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا ومستعد معلوماتك.